المناجم في صميم معركة التنويع الاقتصادي بعد عقود لم يستغل فيها بالقدر الكافي، كان لزاماً على الجزائر إدراجه ضمن الأولويات وجعله في قلب التحديات من خلال مراجعة إطاره التشريعي وإطلاق مشاريع ضخمة. كيف لا؟ والجزائر تزخر بإمكانيات هائلة في القطاع. خلال السنوات الأولى للاستقلال وفي 6 مايو 1966 تم تأميم المناجم مع إنشاء المكتب الجزائري للبحث والاستغلال المنجمي، ثم المؤسسة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي. إلا أن الثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها الجزائر لم تستغل بالشكل المطلوب آنذاك، ولم يعرف القطاع سوى استكشافات محدودة وتمويلات ضئيلة. اليوم تعمل الجزائر على إنعاش هذا القطاع وتحويله إلى قاطرة للاقتصاد الوطني. فمنذ تولي السيد عبد المجيد تبون منصب رئيس الجمهورية أسدى تعليمات باعتماد خطة عمل أفاق 2020-2024 تعتمد أساساً على مراجعة الإطار التشريعي وإعداد خارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال إلى جانب تطوير العنصر البشري. ومن بين المشاريع الاستراتيجية في المجال مشروع منجم الحديد غارش بيلات بتندوف الذي شرع في استغلاله نهاية شهر يوليو 2022 ليسمح بتموين صناعة الحديد والصلب الوطنية بغية تصدير الحديد المنتج إلى مختلف الأسواق عبر ميناء مستغانم. تكلفة الاستثمار حسب التقديرات الأولية تصل إلى 2 مليار دولار مع طاقة إنتاجية من الصلب تقارب 12 مليون طن سنوياً. كل هذا سيسمح بخلق 3000 منصب شغل. أعطيت أمر للحكومة باش تبدأ تبدل توجدوا لي كايدة للوزارة الصناعية ويجدوا لي كايدة دبر إحصاء دقيق في هذه الثروات ويوجدوا لنا كايدة شارج افيك دي بنك دافير إذا كان لازم نشارك مع دول صديقة ولا نشاركوا. المهم أن لو كايدة شارج يكون ما 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 ما, ما, ما يضرش الاستقرار. قطاع المناجم تعزز أيضاً بمشروع الفوسفات المتكامل بولاية تبسة، مشروع صناعي منجمي سيسمح للجزائر أن تصبح من بين أهم البلدان المصدرة للأسمدة نظراً لإنتاجه السنوي المتوقع الذي يزيد عن 6 ملايين طن من منتجات الفوسفات، ويمثل استثماراً هاماً يصل إلى 7 مليار دولار. استراتيجية إعادة بعث القطاع تضمنت كذلك إطلاق مشروع استغلال مناجم الزنك والرصاص في وادي أميزور ببجاية، والذي يعتمد على إمكانيات معدنية قابلة للاستغلال تقدر ب 34 مليون طن بإنتاج سنوي يبلغ 170 ألف طن من مركز الزنك. مشاريع إعادة إحياء الثروات المنجمية تندرج في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة التي تمضي فيها الجزائر بخطى ثابتة نحو إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني متنوع في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والمعادن في الأسواق الدولية.